فكرة فلوج بعطي دحوم هدية ايفون 13 الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم اول شيء شكرا من القلب على دعمكم لفلوجات السيارة. والله شكرا. والدليل ان جالسين نحاول نطور التصوير، شوف حطينا هنا جوبرو. السلام عليكم. وهنا كاميرا. بس ما بعد شغلناها، وجايب كاميرات زيادة بحط في الزاوية هنا وفي واحدة ورا عندهم عشان تشوفون كلنا في السيارة. حلو. مو بس كاميرا واحدة. بس قبل ما نبدأ أتمنى تضغطون زر اللايك والاشتراك في القناة، تكفون نبغى نوصل 500,000 لايك. والله دلعونا ما قصر صراحة، المقطع راح وصلتوا بس ما وصلنا مليون. والله لو وصل إيه؟ خايف. طيب يا شباب، فكرة فلوق اليوم راح نروح المطعم بشكل عشوائي. حلو. كالعادة درايف ثرو بالسيارة، وأول واحد أنا بختار المطعم وبوزع الوجبات على كيف. يعني مثلا اجي اطلب لي برجر، انت اطلب لك ايس كريمه. اي طيب. وهذا اطلب لك كذا على كيف، يوزع على كيف. ثم يجي دوري. ثم يجي دورك توديني المطعم واطلب لك ايس كريمه. والله تفيها. تطلب لي اللي تبي. اوكي نروح. قد التحدي. يلا. طيب بس قبل ما نبدا دحوم انزل جيب لي مويه بالله. اربع مويه. امسك 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 فلوس 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 فلوس. مويه. سريع. طيب ما تدرون وش انا جايب؟ ها؟ ما تدري؟ وش؟ ايفون. اوف وش هذا؟ ايفون هدية لدحوم. كذاب. والله بسوفه، هذه فكرة الفلوق كله اصلا. فكرة الفلوق بعطي دحوم هدية ايفون 13 الجديد. شو جديد؟ والله جديد. اوكي؟ بس وش الفكرة؟ هما إذا الحين رحنا وطلبنا. ايوه. أنا بعطيكم البرجر حقاتكم، اوكي؟ وبحط الايفون في وجبة دحوم. الله. وبعطيه كذا انه وجبته، واذا فتح يلقى الايفون. طب بس انا بحاول الهيه يعني. ايه لا يناظرني، باخذ الكيس انا اول ما تيجي وبحط الايفون وبعطيه. ايه لازم انت عد هذاب. بس هو حلو. وجايب لي فيش بعد شاحن. شاحن متى دوري؟ ايفون حلو الفكره. ايفون جديد جاء زي ما اتفقنا. يا عادي نورمال. واحد مويه. ايش ما في عصير؟ مويه. الحين بطلب لكم بس تلحم المويه. طيب الان دوري. اوكي اوكي وصلنا للمطعم. اسمع ابغى وجبه كبيره تكفى. لا على كيفي. على الاقل نقت انا. على الاقل على حسب ترى سعود. ترى شوف وراك ثلاثه، يعني اذا ما اعطيتنا شيء زي الناس نبي شيء وكل. ايش في بغينا نصدم؟ دقيقه بطلبكم. شو اطلب لكم؟ دقيقه. سلام. جاست برجر بس. وابغى الايس كريم الاوريو. يا زين. اوكي سعود، انا سمعتك تطلب ايس كريم. ايس كريم هذا لي. كيف؟ وطلبت لي وجبه مع المشروب وكذا لي. يعني معناها صفى وجبتين. شلون يعني باقي وجبتين؟ انت الحين دوري ولا لا؟ يعني انت تقدر تعطيني هواء؟ اقدر. مو هواء ولا هواء، ما اعطيك شيء. لا المفترض يعطينا يا سعود. لا ما لي دخل. الحين بتشوفون اذا جاء الطلب ابعطي على كيفي. انا طلبت الحين كم برجر؟ ثلاثة واربعة؟ لا طلبت اثنين وايس كريم عربي. اي بس لا تنسى كريم. لا تنسى ان ترى انا اخر واحد ممكن، فهمت؟ تطلب لي هواء اطلب لك هواء. والله الله يسترك. طيب يتفق سعد اذا دلعتك تدلعني؟ ما تضمني. اجل ما يعطيك شيء. انا سعود. من يضمن اذا جاء دوره؟ انا سعود صدقني بعطيك. المهم انا اخر واحد. اللي يحبون الدريفت وتعديل السيارات، لعبة دريفت العرب لعبة مجانية موجودة فقط على الاندرويد. تختار السيارة وتعدلها وتبدأ الدريفت. حملوا اللعبة من الرابط الموجود تحت في الوصف. اوكي دفعنا سلم. طبعا هالمره ما فيها فلوس يعني حساب مين ودي همزق. لا ما في وزير على كيفي. اذا جت الوجبات بنوقف على جنب ويبدا التوزيع على كيفي. ابستغل دوري لاني ما اثق فيكم صراحه، انتم في التحديات يخوفون. سعود ها انا اضمني ما عليك. والله عبد الله اضمني، ممكن انه يدلني. طيب انا اوكي جاء الطلب. خلوه عندي باقي مشروبي. ثانك يو. اوه نسيت اني طالب ايس كريم. تبشير عليك والله.
كثير علي؟ اي لان باقي ثلاث ادوار يمكن نعطيك يمكن ما تعطوني شيء. يبيلها سعد تذكر. اي لا لا ما يبيلها تذكر. اي اذكر بس ما يبيلها. لما اسوي كذا مرتين. اي الحين تسويها تطلعك برا السياره حبيبي. تذكر. لا تنسى بس ترى دوري بيجي. طيب يا شباب وقفنا على جنب الان وقت التوزيع. بسم الله لا حد يناظر ولا حد يشوفني. ها؟ هذا الايس كريم خلوه لي. خلوه. بيبسي وايس كريم واجد. عبد الله اذا اعطيتك تعطيني زي دورك؟ والله لا اعطيك. لا تضمن. خذ برجر. والله ورني شوف شوف وتعلم. ولسه اقول لك الله وهذه وجبتي. يا سلام. ابي دحوم يشوف. ابي دحوم يشوف يتعلم. شوف 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 الطعم. وهذه بطاطس حقي. شعود. بس دلع نفسي. بقى وجبة واحدة. بقى وجبة واحدة. انا اشكرك يا سعود. انت بنت انا ما اضمنك. انت صاحب مني 14 يرحم مع منديل. انا وجبة ادحهم. استاهل. وانا هذه وجبتي مع البطاطس. وش رايكم؟ طب امشي. حلو. حطين دولي. ايوه. صحش. هدينا. والله. يا على جوال والله لطيف. اه والله طاش. كيف اصبر انت حط لك الشاحن. تبي وجبه؟ تبي وجبه؟ وين متبيل جوال؟ استاهل استاهل. وش الجوال اللي معك القديم؟ انا ايفون 8. ايفون 8 تبيه ولا تبي الوجبه؟ ابغى هذا الجوال دحوم القديم. وين الجديد؟ اعطيه. شوف اصبر 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 افتح قدام كاميرا. تعال 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 افتح. يلا صف قول. ايه الثاني 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 الثالث الثالث. اوه ما قد ما سافيت طول حياتي. هاي جوال دحوم جديد. ما شاء الله ما شاء الله. ايش اللون؟ ايش رايك؟ يلا خلنا خلنا هو خلنا ما طردت الوجبة. اوكي خلاص خذ خذ كل. ورم ورم اللون. افتح افتح. ايوه تستاهل. شم روح تايفون. ما شاء الله وانا شوف جوال دحوم في فوكس. اي فوكس جوال دحوم الجديد يستاهل. ايفون 13 هات هات هات. ولا وجهه يا شباب ابو محمد اقول. اي محمد اي يستاهل. تو سبسكرايب قناة سعود على طول. لا بنقل كل شيء. تنقر الحين. طب خلنا ناكل. هلو ترى على فكره ما في دور لك انت ولا انت. بالله بس كذا عشان نهديه الجوال. ترى بس هذا هي باللغات كلها ما حد يسمع. هذا هديه مني كلنا. تستاهل تستاهل والله دحوم صراحه. هديه بمناسبه كلش والله كلش. هديه بمناسبه كل شيء. شيل اغراضك. هذا جاب له شاحن جديد. خذ. والله بالله بالله مبسوط ولا شوي؟ يس والله اكثر من مبساطة. وش البساطة ذي؟ تحية تحية تحية. طيب اتمنى انكم استمتعتوا بهذا الفلوق البسيط السريع. الهدف منه نشارككم هذه الهدية لدحوم. وكثير من في السناب شات اللي تابعونا في السناب سوينا فقرة اسألني امس سويناها وعلمتهم برضو في السناب شات اننا بنسوي قبل شوي قبل ما اصور الفلوق بنسوي هديه لدحوم. والحمد لله ضبطت الموضوع. شفتوا؟ لا لا سعود نبي ننوع ايباد. انا قاعد انقل يا شباب. وصلنا لنهايه الفلوق. شكرا شكرا شكرا. تستاهل والله. شكرا شكرا. تستاهل 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 تستاهل. وهذا هديه مننا ومن المتابعين لك. شكرا. فلا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناه ونشوفكم ان شاء الله في الفلوق الجاي بتصوير رهيب وافكار رهيبه حلوه بالسياره. اوه السلام.